عليك على الصلاة. انت فاكرني ولا لا؟ انا صورت برضه زي المرة الفاتحة. ما اتمسح انت المرة الفاتحة. اتمسح المرة الفاتحة. والله اتمسح. ما اتمسح. الله ينور ابو حميد. دي طريقة الكنافة البلدي ده. البلدي يوكل. البلدي يوكل طبعا، امال ايه؟ خش على البلد وسيبها لك ولد. المعلم محمد طبعا سيد المعلمين. العجينة بتاعتها دي نوعها ابو حميد؟ العجينة دي ظروفها دي دقيق عادي يعني ولا محطوط له حجار؟ دقيق فاخر يعني. تسلم ايدك. شايف الرصة ولا الآلهة مرصصين جنب بعض؟ نقول هذا الشبلة من ذاك الأسد. منور أبو الدب. ولد الوز عوام. أي ولد الوز عوام يا عم. أكيد. كنافة بلدي تبارك الله بالصلاة على النبي. الله ينور والله. تفضل يا عم. تسلم. أي خدمة يا خال. تسلم تسلم، كل سنة وأنت طيبين. أنت طيب.